Tonight's 12 finalists were selected from an extraordinary 195 submissions from 67 countries. At every global conference, the Global Investigative Journalism Network presents the Shining Light Awards to honour investigative journalism done under threat or duress or in challenging conditions. Project number one, Bellari TV channel, Asaad al Zalzali, Antair Khalid. Reporter Asaad al Zalzali in Iraq exposed how more than $200 million was stolen from funds for public schooling, revealing gross corruption in the Ministry of Education. Officials were jailed, and half of the money was returned to help children become educated. أشرح شلون بديت بالتحقيق. أنا اللي لمسته من خلال عملي كصحفي إنه الإرهاب ليس هو المشكلة في العراق. الفساد هو المشكلة التي خلقت الإرهاب وليس الإرهاب هو من خلق الفساد. منذ عقود والعراق يعاني من الفساد وبالتالي كانت المحصلة أن نشهد جماعات إرهابية بعد الفقر والجوع. هذا الإرهاب والفساد اجتمعا لولدا جيل بائس فقير، جيل يحرم من كل حقوقه وهي أولها هي التعليم. لذلك أنا بديت ألمس أن هناك مشكلة حقيقية في ظاهرة التعليم. أكثر من مليون طفل متسرب من المدارس، 3000 من 1000 إلى 3000 إحصائيات مختلفة من وزارة التخطيط والتربية تؤكد أن هناك لا زالت 3000 مدرسة طينية في العراق. هذا دفعني أن أبحث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفساد في مجال التعليم. العراق قبل 5 أو 6 أعوام تعاقد على لبناء مدارس بملايين الدولارات، أكثر من 250 مليون. وجدت أن هناك أمر مريب، 250 مليون دولار، 1700 مدرسة كان من المفروض أن تبنى في مناطق نائية ومناطق ريفية بحاجة إلى التعليم فعلا، كلها اختفت بقدرة قادر. لا أموال، لا مدارس، لا أطفال يستطيعون أو يحصلون على حق التعليم. بدأت بالبحث أكثر عن هذا الموضوع، وجدت حالات كوارث، مدارس طينية تنهار على الأطفال. البطل الرئيسي في القصة الذي أخرجناها نحن هو طفل عندما هدمت مدرسته على أساس أنها تبنى ولم تبنى، نقل إلى مدرسة بعيدة في قرية أخرى، وفي الطريق تعرض لحادث سيارة وانحرم من التعليم. هذا حفزني أكثر أنه أجد حل لمشكلة هؤلاء الأطفال. أطفال العراق لديهم ما يكفيهم من مشاكل الحروب وفقدان الآباء والتسول والفقر والعوز، بالتالي نحرمهم أيضا من موضوع التعليم. أنا عملت جاهدا أن لا أترك ثغرة، يعني حتى أنه بعد ما خرج التحقيق الجاني حاول كثيرا، والجهات الحزبية حاولت كثيرا الضغط، محاولة اغتيال، الاتجاه بالاتصال بالقناة التي عرضت التحقيق، اتهامي يعني بجملة من المواضيع، أبرزها الموضوع الطائفي أنه أنا من طائفة وكذا، دخلني في جملة من المواضيع. هذا الشخص هو اسمه فيصل الخضيري لم يتركني حتى هذه اللحظة. هو تعرض لي كثيرا بدءا من التهديدات، والتهديدات ليس فقط من الخضيري، شخصيات كثيرة اتصلت فيه وهددتني. كانت الجائزة الأعظم التي يعني وجدتها ولمستها وفعلا أحسست بأني حققت شيء للعراق، أنه تم إصدار حكم بالسجن 7 سنوات على هذا الجاني، وهي شيء جديد في العراق. أقول This is my job، هذا عملي، ماذا أفعل؟ هو عملي مكتوب له بالمخاطر، وأنا ضد أن نخشى شيئا في يوم من الأيام، لأننا لو أردنا لهذه المنطقة العربية وهذا البلد العظيم كالعراق الذي أنتمي إليه أن يتقدم علينا، أن لا نخشى، أن نخاف. هم جبناء أكثر منا، إذا كنا نحن جبناء هم سيكونون شجعان، وهذا مخالف لكل قواعد الطبيعة، لذلك لن أخشاهم. يعني أهم نقاط أنا بوجهها للصحفيين، خاصة أنا أتحدث عن الصحفيين العراقيين اليوم، لدينا كم هائل من الصحفيين. لا تستعجل في البحث عن الشهرة، لا تستعجل في إخراج التحقيق. للأسف اليوم لدينا بعض الصحفيين أول ما مجرد أن يحصل على معلومة ليست موثقة بالكامل، ليست فيها كل الدلائل التي ممكن أن يجد منها الشخص المقابل ثغرة، هو يفرح ويخرج على مواقع التواصل وأنا وكذا. لا، اعمل بكتمان حتى تصل إلى النتيجة التي تحقق ما تريد. الأمر الآخر، الصحافة ليست مهنة، ابتعد عن أن الصحافة مهنة لكسب المال، الصحافة مهنة سامية. أول قاعدة تعلمناها في الصحافة الاستقصائية، أنت إنسان ثائر تريد أن تغير، أنت لست مجرد أداة تنقل، لا، أنت تكشف، تفضح، وتضع من يستحق خلف القضبان، وتنقض أبناء شعبك. فأنا أقول لهم لا تستعجلوا،
تأكد من كل شيء قانونيا وثائقيا معلوماتيا بحثيا استقصائيا حتى الفرضية، تأكد من أن تكون الفرضية جاهزة بالكلمة، لربما حرف واحد في الفرضية غير لا يتم تأكيده سيؤدي بك بالنهاية إلى خسارة ثقة الناس الذين تتعامل معهم وخسارة ثقة الجمهور. ولا تلهث وراء الشهرة، الشهرة لا تحقق شيء. إذا كنت تسعى إلى الشهرة، الشهرة زائلة وما تعمله للناس دائم. يعني الفرصة الأهم أنه أنت توفر لهذا الشخص حماية جيدة، توفر له أدوات مناسبة، توفر له ما يساعده على عدم العازة إلى الجهات الأخرى. في الوطن العربي لا يوجد إلا مؤسسة استقصائية واحدة هي معنية بشؤون الاستقصاء. برأيكم هل تكفي هذه المؤسسة؟ في هذه المؤسسة أنا كصحفي لا أنتج إلا تحقيق واحد سنوياً، هل هذا يتناسب مع حجم الفساد والدمار الموجود في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد أنه عليهم أن يتجهوا إلى تقوية القدرات الشبابية الموجودة. خلاص علينا أن نعتمد على النوع لا على الكمية، ليست الكمية هي الغرض. أتمنى أن تدعمونا بالأدوات، أن تدعمونا بالمؤسسات التي تسعى فعلا للمواجهة مع الصحفي. نحن في العراق وفي الوطن العربي بحاجة لكم، نحن بحاجة لدعمكم. أنتم تركتمونا لسنوات طويلة، قبل أمس قتلت صحفية عراقية كانت زميلة. كانت أم لخمسة أطفال، لم تجد العمل المناسب فذهبت مع العمل الحربي مضطرة، وهي يعني خسرناها. لديها خمسة أطفال. في الأسبوع الذي قبل مضى هناك صحفي طعن بالسكاكين في كركوك. نحن نقتل ونحن بمفرد وبمعزل ومعزولين عن كل ما يجرى في العالم. أنقذوا الصحفي العراقي.